بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في خلال الفيديو ده نستعين بالله عز وجل وهنحل أسئلة الانترنال كنترول، طبعا الأسئلة اللي هي سي ام اي ادابتد. الخطة الحقيقة اللي جت على ذهني واللي أتمنى إن شاء الله تفيدنا كلنا يعني في موضوع الانترنال كنترول، إن إحنا هنحاول نعمل شرح سريع للكونسبت، أساسيات الكونسبت، وبعد كده نجيب السؤال بتاع السي ام اي ونشوف السؤال بيسأل ازاي على الكونسبت اللي احنا درسناه. طبعا الفيديوهات اللي موجوده النهارده على القناه في الانترنال كنترول حاولت قدر الامكان افصل الموضوع واجيب السورسز كلها فيه. هي ممكن تبقى مجهده بالنسبه لك في الطلعه الاولى في المذاكره وده طبيعي، لكن بعد كده هتلاقي ان الدنيا بالتفصيل، هتلاقي الدراسه التفصيليه ديت هتسهل لك جدا الموضوع وتلاقي الاسئله ان شاء الله تمشي معاك بشكل جيد جدا. طيب انا مش عايز اخلي اللي احنا نحل اسئله وبس، انا عايز قبل كل سؤال ندي بريف كده الموضوع فيه ايه ونحاول نلينك السؤال بالجزء بتاعه من الهاند اوتس. طيب ايه الاسئله اللي احنا هنحلها؟ احنا الحقيقه هنبتدي بملزمه، هنرفع اللينك بتاعها. الملزمة ديت عبارة عن الأسئلة الريليز في سنة 2010 اللي هي 246 سؤال اللي أنا بشتغل عليهم من سنين في الكورس. تم عمل فايل اسمه MCQ Classification. الفايل ده عملنا فيه كلاسيفيكيشن لأسئلة المنهج من الريتايرد. فإحنا في الفايل الوورد اللي إحنا بنستخدمه هنا واللي إحنا نرفعه برضه في كل أسئلة الانترنال كنترول اللي تم اصدارها في سنه 2010 اللي هي الملزمه ال 246 سؤال، والاسئله الخاصه بالانترنال كنترول في ملزمه 2013 ال 94 سؤال وال 80 و 76. فتم وضع كل الاسئله ديت في الفايل الوورد ده، بس كل اللي احنا عايزين نزوده النهارده على الفايل ده اللي احنا هنحط بريف قبل الموضوع بشكل عام، وهنحط بريف قبل كل سؤال نحاول نلينك الكلام ده موجود عندنا فين في الكونسبت. فسيادتك من خلال الفيديو ده تقدر اللي انت تضرب عصفورين بحجر، اللي انت تراجع على الكونسبت اللي سيادتك درسته بالتفصيل، واللي انت تاخد عنه بريف لكل حته مهمه، وتشوف بتوع الاي سي مي ازاي يالفوا الاسئله. النصايح الخاصه بجزء الانترنال كنترول لابد من تخيله الاستراكشر اللي احنا ابتدينا بيه الشرح. رقم اثنين، ما تحلش غير اسئله السي مي بس، اوعى تحل اسئله سي اي اي او بابلشر ولا تجهد نفسك بيهم تماما. وان الهاند اوتس والفيديوهات كافيه كافيه بشكل كبير جدا. طبعا هيبقى على كذا فيديو لان الواحد طبعا يعني ايه مش هيبقى ديديكيتد للاسف وقت طويل للشغل في القصه ديت، بس هحاول ان انا امشي بالترتيب. الترتيب بتاعي هيكون كالتالي: هلتزم بترتيب الاسئله اللي موجوده في الملزمه ديت اللي هي ريليزد في 2010 زائد الثلاث ملازم بتوع 2013. وانس خلصنا الكلام ده هنتعرض للاسئله اللي موجوده، لو في حاجه في هوك احنا ما تعرضناش ليها هنا هنغطيها، اسئله سي ام اي، وبعد كده ممكن نبص على اسئله ويلي لو ربنا سهل الامر ان شاء الله. طيب اول حاجه انا محتاج افكرك بس ان الانترنال كنترول عباره عن بروسيس. البروسيس ديت لو اشتغلت كويس اللي هي بتتم عن طريق المانجمنت طبعا والبورد اوف دايركتورز هم المسؤولين عن وضعها. فيها 5 كومبوننتس اللي هم اللي بنختصرهم في كرايم: كنترول انفايرمنت وريسك اسسمنت والكنترول اكتيفيتيز والانفورميشن والكوميونيكيشن والمونيتورنج. وليها اهداف رئيسيه المفروض ان هي تتحقق بشكل ريزنبل اللي احنا بنختصرهم في كلمه فوكس، هنا الاختصار بتاع بيكر اختصرهم في اورك. الهدف المرتبط بالاوبريشنز تحقق الافشنسي والافكتفنس في الاوبريشن، والريبورتنج الخاص بالريليابيليتي والترانسبيرنسي بتاعت الريبورتنج بتاع الشركه سواء الاكسترنال او الانترنال، سواء الفاينانشال والنون فاينانشال، والريبورتنج اللي بيطلع طبعا لكل الستيك هولدرز سواء هم جزء من الانفستمنت اثوريتيز الريجيوليترز و و و و واخيرا الكومبلاينس اوبجكتيفز. طيب انا النهارده لو جيت بصيت على الانترنال كنترول، الانترنال كنترول في مجموعه من المكونات، 5 مكونات بنختصرهم في كلمه كرايم، كل مكون من دول ليه مكونات فرعيه
وكلهم مرتبطين او كلهم مشروحين وتم تفصيلهم من خلال 17 مبدأ تم اصدارهم في 2013. وعندنا اهداف رئيسيه للانترنال كنترول. فمؤكد اسئله السي ام ايه لاما بتسال على جزء من المكونات، لاما بتسال على حاجه مرتبطه بالاهداف او بالمبادئ اللي قايم عليها الانترنال كنترول. فمهما احنا كنا عندنا الانترنال كنترول ده معمول فيه كتب ومعمول فيه مراجع، الا ان مرده في الاخر 5 مكونات وثلاث اهداف اساسيه و17 مبدا بيفصل المكونات الخمسه دول. طيب من الحاجات اللي تعرضنا ليها في الحته بتاعت قانون السربانز اوكزلي اكت اللي هو سيكشن 404، وقلنا ان الرسمه دي لازم تكون زي اسمك، قلنا فيها اللي هي تحت عنوان بقى انهانسد فاينانشال ديسكلوجرز سيكشن 404، بيقول لك ان الشركات البابليك كومبانيز لازم تستابليش وتمنتين سيستم اوف انترنال كنترول، ماشي، اللي في الاخر هيتراجع عن طريق مين؟ الاكسترنال اوديتور، وبينا دور الاكسترنال اوديتور ودور الانترنال اوديت اكتيفيتي معاه. وقلنا ان الحاجات اللي لازم تكون زي اسمك الحته بتاعت المانجمنت اسسمنت اوف انترنال كنترول، ان القانون السوكس بيتطلب ان في كل انيوال ريبورت بيطلع من الشركه الاس اس سي بتقول لك احنا محتاجين اللي انت تعمل ستيت للريسبونسابيلتي بتاعت الاداره اللي هي عملت استابليشنج ومينتيننج لادكويت انترنال كنترول ستراكشر وبروسيجرز. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الفاينانشال ريبورتنج. وكونتين ان اسسمنت عن طريق الاداره برضو على الادكويسي بتاعت الانترنال كنترول، على انهي مكون، على انهي هدف من دول، على الفاينانشال ريبورتنج، على الاورج، على حرف الار الفاينانشال ريبورتنج. طيب تعالى نروح نبص على سؤال السي ام اي. بص على السؤال ده كده بيقول لك ايه، عايز تعمل بوز بقى انت وتقرا السؤال والكلام ده يبقى زي الفل. When assessing a company's internal control structure policies and the procedures, the primary consideration is whether they prevent override, مستحيل، relate to the control environment، ولا reflect the management philosophy and operating style، ولا affect the financial statement assertions. لو رحنا بصينا على الأورك هنلاقي ان من الاهداف الرئيسيه بتاعت الانترنال كنترول حرف الار المرتبط بالريبورتنج المرتبط بالفاينانشال ستيتمنتس اسيرشنز. الاي سي ام ايه مجاوبين السؤال ده؟ قايلين لك وان اوف ذا مين اوبجكتيفز اوف انترنال كنترول از تو بروفايد ريزونبل اشورنس على حرف الار من الأورك بتاعتنا الريليابيلتي اوف فاينانشال ريبورتنج او الفاينانشال ستيتمنت assertions. ودي الإجابة بتاعت هوك بتكونفيرم الكلام اللي احنا لسه قايلينه في السيكشن 404 من قانون ساربانز اوكزلي اكت. من الحاجات المهمة جدا اللي سيادتك لازم تبقى عارفها كويس ان في فاندمنتال كونسبتس مرتبطة بالانترنال كنترول تم شرحها بالتفصيل، ان الانترنال كنترول عبارة عن بروسيس مش هدف في حد ذاتها، وان هي المفروض تحقق اوبجيكتيفز معينة بشكل ريزنبل. قلنا ان قصه الريزنبل اشورنس جت بسبب حاجتين، بسبب ان احنا بناخد الكوست بنفيت ريليشن شيب واحنا بنصمم الانترنال كنترول، وان انا ما ينفعش اكتر الانترنال كنترول واخليها بيروكراسي تمنع الاوبريتنج افشنسي. حاجه زي كده لو رحنا بصينا عليها في الاسئله بتاعت الاي سي ام اي هتلاقيهم بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لك خلي بالك البيزك كونسبت امبليسيت في الانترنال اكاونتنج كنترولز جواها ان الكوست ما ينفعش تكسيد البنفيت، وان الاوفرول امباكت بتاع الكنترول ما ينفعش يقلل الافشنسي بتاعت الشركه وتحولها لبيروقراطيه عقيمه. الكلام ده او التو فاكتورز دول مرتبطين بايه؟ طبعا مرتبطين بالريزنبل اشورنس. فطبعا سؤال ستريت فورورد ما ياخدش منك في الامتحان ثانيه واحده. طيب انا عامه الفيديوهات هتنزل تباعا في اسئله الانترنال كنترول، وهنحاول ان احنا في الفيديو نكتب الاسئله اللي تم تغطيتها، بس انت فهمت من الفيديو ده الخطه ماشيه ازاي، ونسال الله عز وجل اللي هو يسهل لينا الموضوع ويسهل عليك الدنيا بمجرد ان انت ضمنت النظري في المنهج بتاعك. هو ده زي ما دايما بقول بقالي سنين، النظري في السي ام اي هو شلوت النجاح. فربنا يعيننا كده وييسر لكم الامور، وهننزل الفيديوهات بتاعه حل الام سي كيو بالشرح السريع، واللي انا احط ايدك على المهمه في الهاند اوتس يبقى هو الكلام بتاعتنا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.